الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نضر وجوهنا يوم العرض عليك، نضر وجوهنا وأسماعنا وأبصارنا في الدنيا والآخرة في هذه الصبيحة المباركة. اللهم كل من حضر معنا فأعطه سؤله فيما تحب وترضى. كنا نتحدث عن تقوى الجوارح وتقوى القلوب، وقلنا من ارتكب واحدة من هذه الأشياء وترك تقوى القلوب بوجود الحسد والحقد وغيرها من الكبر والعجب فقد وقع في الإثم القلبي، كما قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من جملة تقوى القلوب ذكرنا تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقلنا أن الشعائر هي معالم هذا الدين ومواضع العبادة، كما قال تعالى أيضا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الحقيقة إن أعظم شعيرة تجمع كل الشعائر وتدل على الله هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن تقوى القلب لكل مسلم ومسلمة أن يعظم المتقي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نعظمه، وكيف لا نحترمه، وكيف لا نوقره صلى الله عليه وسلم. ويكفينا فخرا أنه إذا أتى يوم القيامة كل الأنبياء يقول: نفسي نفسي، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، وهو الذي يقول: أنا لها أنا لها، حتى يشفع لكل الأمم بتسيير الحساب. كيف لا وهو الذي إذا ساق المؤمنين إلى الجنة ويطرق حلقة باب الجنة فيقول الخازن: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت أن أفتح، أو بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. سبحان الله، فهو الذي يفتح باب الجنة ويدخل المؤمنين الذين يدخلون بغير حساب، ثم يعود إلى أرض المحشر حتى ينقذ الغرقى، إما على الصراط، وإما على الميزان، وإما عند تطاير الصحف. فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يترك أمته حتى في أحلك الظروف، فإذا عثر أحد من أمته على الصراط يأخذ بيده ويقول: ربي سلم ربي سلم، كما ورد في الأحاديث. فصلى الله على سيدنا محمد، على حبيب الله، هو الذي علمنا سر الحياة، هو الذي أخذ بأيدينا إلى الخير، هو الذي صاننا وجنبنا من الزلل الكبير، وصاننا من الشهوة ومن نزوات تبقى، كل ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم. فمن يقصد الدنيا بغيره صلى الله عليه وسلم يلقها تيها من الظلمات والأهوال. ومما زادني شرفا وقدرا
وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. الفخر كل الفخر أن تكون من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تعظم هذا الحبيب وقد كرمه ربه سبحانه وتعالى، زكاه سبحانه وتعالى، فمهما جاء من أحد بعد ذلك من البشر يريد أن يزكي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة هو الذي يرفع قدر نفسه ويرفع من قدر السامعين لحديثه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا إن مدحت محمدا بقصيدتي فقد مدحت قصيدتي بمحمدي. كل الحقيقة عندما نطلق ألسنتنا بالصلاة عليه أو بالثناء عليه نحن الذين نعلو. وبعض التابعين عندما ذكر وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصل حتى إلى نعله فقال نعل نعلو به، فقالوا يا مولانا كيف نعلو بهذا النعل؟ فقال لهم إن موسى عندما وقف على جبل المناجاة وفي الوادي المقدس أمره الله أن يخلع نعله، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في فوق سبع سماوات وعند سدرة المنتهى وبعد ذلك ما أمره الله أن يخلع نعله، فهذا النعل نعل به صلى الله عليه وسلم. كيف لا نعظم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقد سأله عبد الله بن عمرو بن العاص يوما يا رسول الله هل نكتب كل كلمة ينطق بها هذا الفم الشريف؟ أحيانا يا رسول الله تغضب فهل نكتب عنك وقت الغضب؟ يعني الآن أي واحد منا إذا كان بده يملي على أحد من الناس أن يكتب يكتب في حال الرضا، في حال التجلي، في حال، أما هل أي واحد منا من تحت الغربال إذا كان وقت الغضب بيصير الكلام اللي بيتكلمه ما كأنه هو، فيرجع براجع حاله كيف تكلمت هذا الكلام؟ فهذا الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تغضب فهل نكتب عنك وأنك بشر؟ صحيح إنما أنا بشر مثلكم، وإنك تغضب فهل نكتب عنك وقت الغضب؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اكتب كل شيء، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا الفم إلا كله خير وكل حق، ما يخرج من فم النبي إلا الحق، حتى لو كان مازحا إنه لا يمزح ولا يقول إلا حقه. فإذا مازح الصحابة كلامه حق، وإذا غضب كلامه حق، وإذا كان في أصفى حالاته كلامه حق، ففي كل الحالات تكتب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف ما بدنا نعظم هذا الحبيب المصطفى؟ كيف ما بدك تعظمه؟ كيف ما بدك تحبه؟ كيف ما بدك تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عنه صلى الله عليه وسلم له طعم خاص. شوف أي مجلس تجلس فيه لما بيكون فيه ذكر لله وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه يتغير هذا المجلس كله. أعرف بعض الإخوة يعني مهما كان غاضبا عنده ميزة حفظت عنه، مهما كان غاضبا فإذا قلت له صل على حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك ويصلي عليه وينسى كل الهم مهما كان غاضبا. قل له صلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام فتراه يضحك ويصلي على رسول الله وينسى كل الهم. فهل شعرنا بهذا الإحساس لما نتحدث عن النبي هذا الطعم الخاص الذي لا يدرك هذا الطعم إلا من أحبه وسار على نهجه؟ هلأ بعض الناس
شوف شو صاير خير إن شاء الله. ليش هالقد أنتوا يعني؟ اللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف مسكين، ما حقول كف عدس، اللي ما بيعرف مسكين، اللي ما بيعرف قدر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا محروم. هذا الذي أتته الدنيا راغمة فزهد بهذه الدنيا كل الدنيا، هذا الذي يأتيه ملك من السماء بمفاتيح كنوز الأرض، ملك الأرض، ولو أراد أن تكون معه ذهبا لسارت الجبال. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا أريد، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فكيف لا تحب هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ علمنا القناعة بما أعطانا الله سبحانه وتعالى، علمنا الصبر على الفاقة، علمنا الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. ينام على الحصير فيؤثر هذا الحصير على جسده الشريف، فيدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيرى هذا الأثر على جنبه، فيبكي عمر ويقول: يا رسول الله، كسرى وقيصر في هذا النعيم الذي هم فيه وأنت تنام على هذا الحصير ويؤثر على جنبك؟ فقال: يا عمر، ألا تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا أيام، بل ساعات من ساعات الآخرة. إذا بتقيس الدنيا بالنسبة للآخرة ساعات. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قلنا إنه اليوم يعني الساعة من ساعات الآخرة أكثر من 40 سنة، يعني كل عمرك ساعتين، كل عمرك الذي تعيش في الدنيا ساعتين من ساعات الآخرة. ألا تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعيش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القلب الكبير الذي وسع الكون رحمة ورقة وعطاء صلى الله عليه وسلم، وحنانا، نراه يوقر الكبير ويرحم الصغير ويعلمنا كيف نعطي لعالمنا الحق. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يلاطف أحبابه ملاطفة حتى ربما بعض الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من شدة السرور ضحك حتى يقع على ظهره مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه باسطهم مباسطة، وما جعل نفسه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. فإذا دخلت إلى المجلس ما تعرف صدر المجلس، تقول: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما كان عنده صدر المجلس إلا عندما يصعد المنبر للتعليم، أما في مجالس المجالس العادية كان يقعد في وسط مع الحلقة، واحد من هؤلاء صلى الله عليه وسلم. فيلاطف أحبابه، فكان حتى البشر وحتى الحجر وحتى البهائم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجماد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ما بدك تحبه، وكيف ما بدك تعظمه، وكيف ما بدك توقره، يعني يكفيك أنه يوم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يخطب، وكلكم تعرفوا القصة، يخطب إلى جذع نخلة، فلما كثر العدد من الصحابة بنوا له المنبر حتى يرتفع حتى يروه. فلما صعد المنبر، أول خطبة على المنبر، بدأ الجزع: يا إن أنين الناقة العشراء. العشراء يعني شو؟ اللي بدها تولد في المخاض. الصحابي يلتفت يمينا يسارا ما يعرف الصوت من أين، ولكن حبيبك النبي عليه السلام عرف من أحبه، فترك المنبر وترك الخطبة ونزل وأتى إلى هذا الجزع واحتضنه فسكن. هذه في رواية البخاري. روايات الصحاح الثانية أنه ساره بشيء فسكن، فقالوا: يا رسول الله، ما قلت له؟ قال: إن الجذع حن لنبيكم، فخيرته بين أن أخطب إليه وبين أن أدفنه ويكون رفيقي في الجنة، معي في الجنة، فاختار رفقتي في الجنة. جزع عرف يختار صحبة النبي في الجنة، وفي بشر ما عرفوا يختاروا حتى الآن. جزع حن للنبي، سيدنا الحسن البصري وسعيد بن المسيب،
كان يقول: إن الجذع حن إلى نبيكم أفلا تحنون إليه؟ يا جماعة الجذع حن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي أحدا من أمته التقى به. في صحيح البخاري أيضا قل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت به إلا وسلم علي، السلام عليك يا رسول الله، إني لأعرفه الآن. الآن لو النبي قال بأخذكم بفرجيكم أي هو الحجر، إذا كان النبي ما نسي حجرا سلم عليه، فهل ينساك يا من تصلي وتسلم عليه؟ كيف لا تعظمه، كيف لا توقره؟ الصحابي كان عنده إحساس عجيب بالتوقير وبالتعظيم في حياة النبي وفي الحياة البرزخية بعد ما انتقل. حتى بعد ما انتقل سيدنا عمر يرى رجلين في المسجد يتحادثان وقد ارتفع صوتهما قليلا، فناداهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: والله لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، أنتما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخفضا الصوت. ما ترفع صوتك في مسجد النبي، ما ترفع، ولو كنت بباب الحرم، ولو كنت في ساحات الحرم، بعض الناس في ساحات الحرم بنادي بيصرخ، لا أبدا، هذا غير مقبول. أهل الأدب، ما إذا كنت في الحرم، إذا كنت في السوق ما بترفع صوتك. بيحكي لي بعض القضاة اللي تعلمت الأدب من بائع للفاكهة، قال رحت طلعت من الحرم بدي روح اشتري بعض الفاكهة للغرفة لحتى، فسألت للبائع بالسوق بكم؟ قال: بخمس ريالات. قال له: يا أخي جارك أربع ريالات. قال له: يا أخي اخفض صوتك، خذه بلا ثمن، أنت في مدينة رسول الله، بس ما ترفع صوتك. قال: والله هذا البائع علمني، أنا قاضي، علمني الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف ما بدك تحبه، وكيف ما بدك توقره، وكيف ما بده يكون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم شعيرة. الآن لو تحدثنا إلى الغد عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولحتى تشوف يكفيك فخرا أنه يوم القيامة يقول: إذا كان قال لنا في الدنيا: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لك يا أخي تقع في الكبائر وسيدنا النبي ما بيتركك، تقع في الكبائر في العظام وبده يشفع لك يوم القيامة، ولكن بأي وجه تقف أمام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وواحدنا يفعل الكبائر؟ بأي وجه يستطيع أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا دائما أقول: والله يا جماعة لو ما في عقاب ولا في ثواب، لو فرضنا أنه هذا ما موجود، ما في يوم القيامة غير عتاب، لكفانا هذا أن نبتعد عن الحرام، أن نبتعد عما يكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. يكفي بث لو قال لك: كيف تفعل هذا وأنا الذي أدميت وجهي، وأنا الذي كسرت رباعيتي، وأنا الذي دخلت حلقتي المغفر في جبيني، كل لأجلك حتى أوصل هذا الدين إليك على طبق من ذهب، ماذا فعلت لهذا الدين؟ هذا العتاب يكفينا. والمقابل لو كان فقط كلمة رضا من النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقف يوم القيامة فيقول: إلي إلي يا فلان، ويضع يده على كتفه يقول: رضي الله عنك، أنت من أمتي حقا. تخيل هذا المشهد أمام الأمم، أمام الخلائق، سيدنا النبي معانقك وعم بيقبل راسك وعم بيقول لك: الله يرضى عليك، أنت من أمتي حقا. وواحد تاني عم ينظر إليه بيقول له: يا فلان هيك هكذا أنا تركتك على هذه الحال، أنا الذي اشتقت إليك قبل أن تأتي إلى الدنيا، أنت هكذا تتعامل، هكذا تفعل، واسمك أحمد، واسمك محمد، واسمك مصطفى، واسمك محمود، كيف هذا؟ فيكفي العتاب. فكيف إذا كان في عتاب وفي حساب وفي عقاب وفي حرمان وفي بعد عن سيدنا النبي يوم القيامة؟ أي عيشة هاي؟
أي عيشة أن تكون بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعيد عن رضاء الله، بعيد عن الناظرين إلى وجه الله الكريم، بعيد عن كلمة رضيت عنكم رضاء لا سخط بعده. وين هذا الكلام عندما تسمعه؟ وين حالك أنت؟ فكل ما فعلت في الدنيا، والله كل ما بتقدموا في الدنيا الآن أنتوا عم بتجهزوا وبتعبوا تمام، ولكن الحذار الحذار. بعد كم يوم والخلاص الحمد لله خلصنا من العبادة، وهلأ بنرجع إلى ما كنا عليه، كأنك عبيت الوعاء وبعدين بقدمك رميته. خليك على باب الله، الله سبحانه وتعالى هو معك في رمضان وفي شوال وفي ربيع وفي جمادى، في كل الأوقات وهو معكم أينما كنتم. فانتبه من النكسة، والنكسة أخطر ما تكون مباشرة بعد العبادات. يعني أنت صمت شهر رمضان صيام وقيام وتهجد ودعاء تمام، أخطر نكسة هي بعد رمضان مباشرة. أنت رحت إلى الحج، أخطر نكسة بعد الحج مباشرة. تعرفوا ليه؟ وأنا دائما أقولها للشباب، لأنه الثوب بيكون أبيض نقي، والثوب الأبيض النقي مباشرة يتأثر بأي شيء، فبتكون أنت عامل عملية جراحية جديدة ومنظف حالك تماما، والجرح بعد ما التأم، وأي جرثومة تدخل عليك ممكن ترجع تعمل التهاب لكل الجرح وتحتاج إلى عملية ثانية، وممكن يكون فيها القضاء على نفسك. فنفس الحالة في العبادات، بعد العبادات الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذا بالقرآن، في القرآن الكريم، بعد العبادات فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله، بعد كل عبادة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هون العبادات والطاعات. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن بعد العبادات، سيدنا عمر لما أخذ مفاتيح بيت المقدس ماذا فعل بعد ذلك؟ بات كل الليل قيام وبكاء وتضرع إلى الله شاكرا لأنعم الله. سيدنا النبي لما فتحت عليه مكة وأبوابها كلها ودخل إليها، دخل كيف؟ رافع رأسه وصدره، يكاد رأسه صلى الله عليه وسلم يصل إلى ظهر الرحل، تواضعا وذلا بين يدي الله. ودخل وطاف وصلى ركعتين في الكعبة، ثم رجع وخاطب الناس، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأنت كيف تكون بعد العبادات؟ تبقى على طاعة الله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ما حتستطيع تكون على نفس البرنامج ولكن ما تترك كل البرنامج. خلي خص الشيء، خلي يكون عندك يوم ولا يومين قيام ليل، خلي يكون عندك إذا استطعت تنين وخميس صيام اللي بيستطيع، خلي عندك قراءة للقرآن، كنت تقرأ جزء كل يوم، اقرأ ربع حزب، نصف حزب، صفحتين ونص، خمس صفحات يكفي، إذا ولكن الاستمرارية. صلي على حبيبك النبي كل يوم 500 مرة، استغفر الله كل يوم 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، حافظ على صلاة الجماعة. تكون أنت عملت شيء وهيأت للأمام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أهلا لأن نحفظ هذه الشعيرة ونحافظ على هذه الشعيرة، فتحافظ على شعير التوقير النبي عليه السلام، ومن هناك توقر العلماء العاملين، لأن العلماء ورثة الأنبياء. لما بتكرم سيدنا النبي بتكرم أحباب النبي وبتكرم من حمل بعد النبي عليه السلام هذه الدعوة، العلماء العاملين، العالم الحق، العالم الحق، أنا أقصد هذا الكلام، أن تكرمهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.